المجال المغناطيسي هو الحيز اللي بتظهر خلاله آثار القوة المغناطيسية، والقوة المغناطيسية مش بتتشاف، عشان كده ممكن انك تستخدم برادة الحديد لتخطيط المجال المغناطيسي اللي بيتشكل بفعل القوة المغناطيسية دي. والقوة المغناطيسية هي قدرة المغناطيس على جذب المواد الموجودة في مجاله. في تجربة في كتاب العلوم لسنة 5 ابتدائي بتوضح لنا يعني ايه مجال المغناطيسي. شكل المجال المغناطيسي. الأدوات: قضيب مغناطيسي، برادة حديد، لوح زجاجي. الخطوات: المغناطيس افقيا على الترابيزة، هنحط فوقه لوح ازاز، وهنحط بعد كده مقدار من برادة الحديد. اخبط خبط خفيف على لوح الازاز. المشاهدة: بتنتظم برادة الحديد في خطوط منتظمة بتحدد شكل المجال المغناطيسي للمغناطيس. التفسير: المغناطيس قوته متركزة في القطبين اللي عند أطرافه، عشان كده الخطوط اللي بتمثل مجال تأثير المغناطيس بتبقى كتيرة عند القطبين في الأطراف، والخطوط بتبقى متجمعة عندهم، والخطوط بتبتدي كمياتها أو كثافتها تقل وتوسع كل ما بنبعد عن القطبين، والخطوط دي دايما بتعمل شكل دوائر مغلقة تبتدي عند قطب فيهم وتنتهي عند التاني.